عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت حابة النهاردة اتكلم معاكم عن حاجة كلنا بنمر بيها لما بنيجي نشتكي لحد او بنحكي له عن مشكلة مرينا بيها، سواء مع زوجنا، مع زوجك يعني، او مع زوجتك. استاذ انس انا بعمل فيديو مع زوجتك، مع اصحابك يعني كده. هستعرض معاكم مواقف ونشوف يعني رأيكم عامل ازاي. وانا رايحة ولد، كنت رايحة عند دكتورة، وبعدين كنت مصممة جدا ان زوجي يدخل معايا الولادة يعني، وحتى اتحايل عليها كتير جدا. بس انا اتفاجئت انها جت قالت لي، قربت مني كده بتقولي، مش هو ده اللي انت جيتي معاه من كام يوم وكان متخانق معاك ومزعقلك او مزعقة معايا او حوار يعني كده. فعلا في اليوم ده انا كنت اعصابي تعبانة جدا ومشدودة، وكنا شادين مع بعض، وكان ده باين على طريقة كلامي، وباين ان انا كنت اصلا منهارة اتعب خلاص. انا كنت اصلا يعني في اواخر الحمل، وتقريبا كنت بولد وانا مش عارفة، وكنت مضغوطة وهو كان مضغوط، ويعني اكيد باين علينا جدا. ففي ثانية نسيت ان انا كنت بتحايل عليها ان هو يدخل معايا اوضه الولادة، ونسيت ان انا كنت عايزاه جنبي. وفجأة استرجعت كل المشاعر السلبية اللي كانت في اليوم اللي انا رحت لها فيه مع زوجي لما كنا شادين مع بعض. موقف تاني، كنت بحكي لواحدة زميلتي عن موقف كده. كنت انا وزوجي برضو ماشيين في الشارع، وبعدين جاي عدي الطريق، احنا اتنين ماشيين مع بعض، كنا رايحين عند زميله وزوجته يعني، كنا بنعدي الطريق. وبعدين انا هو قال لي يلا نعدي، فانا افتكرت نعدي دلوقتي، فجاي بعدي الطريق، كان سريع وكان خلاص يعني، كنت العربية تخبطني، فراح شخط فيا في الشارع. ايه هو يلا نعدي خلاص تعدي، فشخط فيا، فانا يعني ما كنتش مستوعبة بيشخط ليه، فزعلت وخدت على خاطر كده. بس بعد كده فهمني وكان خايف عليا يعني. فكنت بحكي لها، بعدها بيومين ثلاثه قلت لها انا عايزه اشتري له هديه. فقالت لي ايه ده، مش هو ده برضو اللي شخط فيكي تشتري له هديه؟ الموقف كتير والاشخاص اكتر، وانت حكايتك مش بتخلص، وحاجتك للفضفضه ما بتنتهيش، وحاجتكم ان انتوا تلاقوا حد يقف جنبكم ويساعدكم معنويا ما بتخلصش. لكن لازم في كل موقف تحكوه للشخص اللي انتوا بترتاحوا له، لازم ان انتوا تبقوا على الاقل مستنيين، او احنا عامه مش لازم، احنا لما بنحكي لحد بنبقى مستنيين ان هو يطبطب علينا في الاول، تاني حاجه ان هو يقول لنا ان الشخص ده ما يقصدش مثلا، او حتى لو كان يقصد خلاص احنا موضوع اتقفل، مشكله واتقفلت. حكيت لك مره عن مشكله، وجيت بعديها بحكي لك بقول لك ان هو بقى كويس معايا، او صاحبتي اللي كنت متخانقه معاها كويسه معايا، او اختي اللي كانت مخصماني كلمتني. ما تجيش تفكريني بقى بالمشاكل، ها مش هي دي اللي عملت وسوت، مش هو ده اللي عمل وسوى. ليه يا جماعه، ليه بتشيلوا النفوس من بعض؟ الحياه ما فيهاش مشاكل، انتوا حياتكم ما فيهاش مشاكل، مفيش حياه ما فيهاش شد وجذب، مفيش حياه ما فيهاش اختلافات، مفيش حياه ما فيهاش مشاكل، مفيش حياه ما فيهاش انا زعلان وانت هتصالحني وانت زعلان وانا هصالحك. بس ان احنا نوقف حياه الناس التانيه على كلمه انا زعلان ومش هصفى، ليه مش عايزيننا نصفى من ناحيه الناس؟ يعني انا لما بحكي، عشان بس انا بتاكل ايه، انا لما احكي مثلا على حد، مش شرط تكون المشكله بيني من زوجي مثلا، انا بحكي مثال، وخلي بالكم المشكله دي مشكلتي، مشكلتك مشكلتك، مشكله ناس كتير جدا. هما بيحكوا لحد وممكن الحد ده يحتوي الموقف ويشكر جدا ويحتوي الموقف، لكن فيما بعد بيبدا يقول لك ايه ده، بيشيل نفسك من الشخص ده، بيحسسك ان انت لازم تسقر لكرامتك، لازم تنتقم، لازم تفضل طول الوقت ماسك له سكينه وسيف، اللي هو لازم اموتك عشان انت جيت ضايقتني في يوم من الايام. ما ينفعش كده، عشان برضو في ناس انا كنت يعني اللي انا بتكلم فيه ده كتبت بوست على الفيس، في ناس جت قالت لي او كتبت لي كده بوست كومنت هو سخيف بصراحه، وانا ما ردتش عليهم. ما انت غلطتك ان انت بتحكي من الاول. لا مش غلطتي، ما انا مش عايشه في الكوكب لوحدي اول حاجه، تاني حاجه اكيد بيبقى يجي عليا وقت ببقى محتاج ان انا اتكلم وفضفض، تالت حاجه انا لما بتكلمش مع اي حد، انا بتكلم مع ناس صحابي موثوق فيهم، عارفاهم عارفيني،
بفضفض معاهم. مفيش حد يقدر يعيش من غير ما يتكلم ويفضفض، الا تبقى انت بقى جماد او عندك مشكله نفسيه انك عارف تتاقلم وتعيش من غير ما تتكلم وتفضفض. دي ما تقولوش اصل انت مفيش حد بيتكلم وبيحكي ما بينه وما بين زوجه لاي حاجه. احنا بنحكي وبنتكلم وليه اصحاب وبيعرفوا عني كل حاجه اللي انا عايز اعرفها لهم واللي ينفع يعرفوها. فحته اصل دي غلطتك انت تحكي، لا حضرتك عندك مشكله فلازم انت تتعالج، وبعد كده تبقى تيجي تقول لي اصل انت عندك مشكله، وساعتها هعرف برضه ان انا اقفك عند حدك. لا انا ما عنديش مشكله ان انا احكي مع الناس اللي واثقه فيهم واللي بحبهم واللي بيحبوني ممكن يفيدوني، ولكن مشكله الناس او مشكله بعض الناس ان هم يجوا بعد كده يشيلوا نفسك من الشخص اللي انت كنت متخانق معاه. كلنا بنتخانق وكلنا بنتصافى، كلنا بيبقى عندنا نقط ضعف ونقط قوه، كلنا بيبقى محتاجين اللي احنا يطبطب علينا يقول لنا معلش اصل ايه هو انت غلطان، معلش اصل هو غلطان. بس الحياه ما بتقفش عند الغلط ده، الحياه ما بتنتهيش. اللي زعلنا بيرضينا بحاجات تانية، اللي وقف قصادنا بيطبطب علينا وبيقف في ظهرنا في مواقف كتير تانية. مش معنى ان شخص ضايقنا في موقف عايش طول حياته يضايق فينا او يبهدل فينا او يزعق او يعمل whatever اللي هو بيعمله. فارجوكوا لما حد يجي يحكي لكم حاجة حاولوا تحتوي الموقف، شوفوا هتحتوي الموقف ازاي. ما تجملوش وما تقولوش لا اصل الشخص ده مش غلطان، لا غلطان. قولوا له غلطان، قولوا له خد وقفة، خد رد فعل. بس لو جه بعد كده قالك ده احنا اتصفينا وبقينا كويسين، اوعوا تفكروا باللي الشخص ده كان بيعمله، اوعوا تشيلوا النفوس من بعض، اوعوا تحسسوهم ان هم كرامتهم قليلة ان هم ما خدوش موقف، ما تحسسهاش انها جبانة ان هي ما اتطلقتش، ما تحسسوهاش او ما تحسسوش ان هو ما عندوش كرامة انه رجع لمراته بعد اللي عملته فيه مثلا. ما تشيلوش النفوس من بعض. لو مش هتعرفوا تكبروا خاطر بلاش تكسروا.